شو صار مع أسامة؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة شيرين بيوتي اللي تفاعلت امبارح بمجموعة من الاستوريات كانت عم تجاوب على أسئلة الجمهور. صرحت شيرين أيضا إنه في عندها سفرتين، واحدة لبلد لأول مرة راح تزوره والثانية إلى السويد. موضوع الأنف كنت عاملة ريبوست لتيك توك. بتعملوا أنتوا كتير ستاركات لريبوستاتي. أنا بس بعمل ريبوست لأي شيء هيك ما بعرف بيخرط مشطي بعمله ريبوست، يعني بقدر بعمل ريبوست لكل شيء. فكنت عاملة ريبوست على شيء، شو كان؟ شيء عن أنف، عملية تجميل أنف. فحبيت الأنوف اللي كانوا بالصورة فعملت لها ريبوست. الكل بالتعليقات فكر إنه أنا حعمل عملية تجميل. أنا ما رح أعمل أنفي، وإذا رح أعمل رح أخذ إذنكم، وإذا أنتوا ما رح تخلوني ما رح أعمل لأنه بخاف منكم. ف إيه بس هي يعني كان بس مجرد ريبوست. أنا حبيت الأنوف والبنات اللي كانوا بالصورة، حبيت أنفن أما عملت لها ريبوست. بس نمر أيضا إلى اليوتيوبر أسامة مروى اللي اختفى بعد حفلة عيد ميلاد نريم بيوتي، ولحد هلأ أسامة ما بين وشه.